تقدم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن إعادة انتخاب الرئيس السيسي يأتي استكمالا لمسيرة البناء والتنمية ولمواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر العظيم. لقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس فوز المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، وإذ يشرفني أن أتقدم باسمي وباسمكم لفخامته بخالص التهنئة على ثقة الشعب المصري. داعين المولى عز وجل لفخامته بالتوفيق والسداد في مواصله مسيره عطائه للوطن وتحقيق طموحات شعب مصر الابي نحو مستقبل افضل وباسمي وباسمكم اقول يا فخامه الرئيس لقد اراد المولى عز وجل لمصر ان تستكمل مسيرة البناء والتنمية ورأى الشعب المصري أنكم الأقدر أنكم الأقدر والأقدر على إدارة الأمور لمواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة واستكمال ما بدأتموه من إنجازات شملت القطاعات كافة في فترة زمنية دقيقة مليئه بالتحديات الاقليميه والدوليه اعانكم الله جل وعلا يا فخامه الرئيس على تلك المسؤوليه ووفقكم لما فيه الخير لابناء مصر الاوفياء حفظ الله مصر وشعبها